رح نبقى فرح بنفس موضوعنا لليوم، شهر التوعية بمرض السكري، ولكن هالمرة رح نحكي عنه طبعا من الناحية النفسية والتربوية، وخاصة مع الأطفال، أكيد مع رندا علي ديب، أخصائية اجتماعية وتربوية. سعد صباحك وأهلا وسهلا سعد فيك. صباحكم. صباح الخير. صباح الخير لك رندا. صباح النور. يعني كنا عم نحكي بالفقرة الطبية عن أهمية التعامل مع مريض السكري من الناحية الطبية والإجراءات، الناحية النفسية والناحية الاجتماعية أكيد ما بتقل أهمية، وخلينا بالبداية نعرف منك رندا شو خصوصية التعامل مع مريض السكري؟ نحن كثير بنعرف انه دائما نسبه السكر بالدم هي لها علاقه مباشره مع اختلاف المزاج، ونسبه المزاج اذا كان عالي منخفض، شخص مرتاح متضايق، دائما وقت بنرجع بنحس حالنا مضغوطين متضايقين او هيك مصطلح هيك رايج تعبان، فممكن يكون نازل السكر شوي بالجسم، او بقى كيف ما يكون مريض عنده مشكله اساسيه، او كيف ما يكون طفل عنده مشكله اساسيه بموضوع توازن نسبة السكر بجسمه. لهيك نحن كثير بننتبه على الموضوع المزاج والموضوع النفسي، وكثير مهم انه نحن نحيطه بدعم معين بعيدا عن المبالغه، ودائما نحن لازم يكون في عندنا حل وسط بهذا الموضوع. لهيك فهي دائما نحن الجانب النفسي هو كثير له تاثير بكل الامراض، بقى كيف ما يكون المرض له صلب اساسي بياثر على النفسيه. بالنسبة للأطفال كتير نحن مهم إنه ما نحسسهم إنه هن عندهم شيء مختلف عن باقي رفقاتهم، خصوصي إنه دائما بيكون في عندهم دواء يومي بياخدوه أو إبرة يومية بياخدوها، ممكن نحن نكون عم نراقبهم عن بعد بطريقة غير مباشرة بدون ما نحسسهم إنه هن المحاطين دائما بالعناية المبالغ فيها. نعلمه كيف يهتم بنفسه، نحن كثير بنغفل عن هذا الموضوع، انه انا كيف بدي اعلم الطفل اللي عنده مشكله بالسكر انه هو يهتم بحاله، هو يبعد عن المأكولات او الاشياء اللي بتضره، او كيف ممكن يكون متوازن بهذا الموضوع. كمان هذا جانب كثير مهم، نحن بنعمل مثل انشطه توعويه من ارجي بدائل السكر كيف ممكن يبدل فيها، نحط هي الثقافه الايجابيه انه دائما انا اذا اخذت شيء معين هو بديل عن المأكولات اللي هي في نسبه السكر فيها عاليه، قد ممكن يكون مفيد وما يحس انه هو مختلف عن غيره تماما. رندا، يعني عم تحكي بما انك عم تحكي على الاهتمام وخاصه بجو المدرسه للاطفال، مريض السكري مثلا كثير بيعطش، كثير بيجوع، كثير بفوت على التواليت، حتى انه عنده فقدان وزن وبيشتهي من رفقاته الاكلات الطيبه تماما. يمكن الفرح اللي بيشوفها معهم، فكمان قد اليوم دور المعلم هون بضبط هي الامور ومساعدته مشان ما يحس حاله غريب، مثل ما قلت هي الناحيه النفسيه بتلعب دور يمكن كمان باي مرض. تماما. هلا موضوع مثل ما قلتي مثلا بيعطش كثير، انه دائما نخلي المي الخاصه فيه تضل معه دائما، ما اضطره انه كل شوي يطلب انه يطلع يشرب او شيء. بالنسبه مثلا للحمام او بده يفوت على التواليت، دائما يكون مكانه بمكان قريب من باب الصف، ما يكون بعيد انه بده يضطر كل ما بده يقوم يمشي مسافه قدام رفقاته او شيء. هي القصص على قد ما لها بسيطه، على قد ما هي بتريح للطفل وللمدرس وللجو العام للدرس انه ما يقطع له درسه كمان. بالنسبه للمأكولات مثل ما ذكرتي هذا موضوع كثير مهم، ودائما الكنترول عليه كثير صعب. صحيح. لهيك نحن بنعمل اذا كان في عندي بالصف طفل عنده مشكله من هذا النوع، انا بعمل يوم انه نحن كلياتنا اليوم ما رح ناكل في سكر، وبنحكي عن مداره. بعدين هاليوم بيتكرر، بيصير شوي شوي لحتى يصير اكثر من يوم. هذا الموضوع اكيد نحن ما فينا نعمل عليه كنترول، واكيد نحن حيضل حاسس الطفل انه هو مو مثل رفقاته، ولكن لما انا بعمل هيك شيء جماعي هذا كثير بفيد. في موضوع معين ثاني انه انا لما بكون في عندي مجموعة أعمل مثل إرشاد جماعي للأطفال كلها عن طريق قصة، عن طريق لعبة، عن طريق مسرح صغير، هاي الأشياء كتير بتثبت وبترسخ بذهن الطفل اللي الصحيح اللي ما عنده أي مشاكل كيف هو يساعد، حتجي تلاقي الأطفال هن عم بيبادروا يقولوا نحن اليوم ما بدنا ناكل سكر، نحن اليوم بدنا نجيب شيء بديل تاني ونشارك رفيقنا فيه. هذا كثير جانب مهم وبنحب ناكد عليه. اكيد. كمان رندا حكيتي بالبدايه بنقطه كثير مهمه، انه نحن
مد الطفل بالرعاية المطلوبة وحتى بفترة المدرسة مع بالاتفاق مع الكادر التعليمي والتدريسي، لكن كيف فينا نحيطه بهي الرعاية الكاملة بدون ما نبالغ فيها ونفوت بقى بمود الدلال الزايد وحالة الرعب النفسي والقلق عند الأمهات؟ تماما. هلأ مثل ما ذكرت، لما أنا بتكون البيئة المحيطة بالطفل هي أساسا محمية، يعني أنا ممكن مثل ما حكينا أنه أنا أحطه بمكان جنب رفيق له مثلا، يكون مثل ما قلتي بيكون ممكن وزنه خفيف نازل مثلا، بيكون احيانا فجاه بيصير معه هبوط، حطه انا جنب حدا من رفقاته اللي ما كثير مثلا بيحرك زياده، فانا مالي مضطره كل شوي له انتبه واصحى وكذا، حاطته بمكان بيقدر يقوم ويتحرك براحته، نوع التدفئه، هاي الامور انا لما بتكون هي اساسا موجوده بالجو العام، فانا مالي مضطره طول ما لي قاعده اقول له مثلا هلا بتبرد، مالي مضطره دائما اوجه له ملاحظات، مالي مضطره اقول له انه لا تاكل هي كل هي، انا في امور انا اساسا بعمل لها حجب من كل محيطه ما تكون بدون ما ينتبه أساساً. تماما، بدون ما يكون هذا الشيء مباشر وموجه، وما يكون دائما نحن للاسف في عندنا كل مرض له دراما انه دائما نحن هذا المريض خلص هو مريض فنحن بنعيش هذا الجو الدرامي معه، ولو هو طالع من المشكله فنحن بنرجعه فيها كثير. انا بسرعه الاهل انه يكونوا باريحيه بهذا الموضوع ويعتبروا هذا المرض مثله مثل اي مشكله هي بتمرق. يعني رندا في دور على المدرسة وفي دور على الأهل، الاثنين بدهم يتشاركوا حتى تمر هي المرحلة بسلام، خوفا يعني على الطفل لابين ما يوعى في يعني صفوف أصغر من الصفوف حسي ما في وعي لابين بس ما يوعى تماماً. طب خلينا نحكي كمان اليوم شوي عن كمان كيف ممكن تفهميهم عن مرضهم، هل في شيء توعوي بما يخص الناحية النفسية أو الإرشاد النفسي اللي موجود بالمدارس ممكن يعطي إذا كان في مرض بالصف أنه مرض السكري شو هو لكل الصف وهو يفهم شو معه؟ تماما هذا، وخصوصي هلا عم بيكون الموضوع كثير اسهل واريح، نحن عندنا هذا الشهر كامل هو لشهر التوعيه، فنحن دائما في مبادرات، دائما كل سنه عم بيكون في عنوان معين، دائما نحن بنعمل يوم انه اليوم نحن بدون سكر حيكون للكل ولو ما كان في عندي انا طفل، ولكن هي لنشر التوعيه، في كثير فيديوهات ممكن انا شوفها وحضرها للاطفال اشرح لهم فيها، ممكن كثير يكون في زياره لطبيب يشرح هذا الموضوع، ممكن كثير نحن نعمل لعبه جماعيه ونحكي فيها انه اذا حدا صار معه موقف معين من اللي بيصير مع اطفال او مع اي شخص معه سكري كيف انا فيني اتصرف او شو ممكن اعمل. هي الانشطه البسيطه التوعويه هي سنه عن سنه عم تكون خبرات تراكميه، فهي عم تبني جيل عن جد عنده هذا الوعي الكافي. في موضوع ثاني، نحن لما حكينا على الارشاد الجماعي للاطفال، لما بكون انا عندي مجموعه اطفال وكل واحد ممكن يذكر موقف صار معه عن طريق انه اليوم مين بده يحكي لنا قصه صارت معه، فنحن من هاي القصه ممكن نستنتج مواقف، نرجي الاختلاف بين الاطفال، الاختلاف مو بس بالمرض، الاختلاف صحيح. بالشكل، الاختلاف بالبيئه، الاختلاف بطريقه التفكير والوعي، بطريقه التعامل مع المشكلات، هي كلها تزرع هذا النوع من التعامل مع الاختلاف وتقبله. يعني رندا بأي مرض سواء كان مرض خطير أو مرض طبيعي ممكن التعامل معه، بيقولوا أنه دائما الحل الأول هو الدعم النفسي والدعم الاجتماعي من الوسط المحيط فينا، أنت أكثر الأشخاص يمكن رندا يلي بتقدري تلمسي هذا التحسن من خلال الدعم اللي عم بتقوموا فيه، خبرينا من خلال تجربتكم سواء تعامل مع مرض السكري أو حتى أي مرض شائع، قد إيه بيساهم فعلا الدعم برفع يمكن معنويات الطفل أو حتى الشاب لحتى نحن فعلا نقدر نتجاوز هذا المرض أو نكون جزء من العلاج؟ في فكرة أنه أنا طول ما لي عندي هذا الشعور أنه أنا حاسة بالشخص الثاني أو أنا عم شاركه مشاكله مثل ما بشاركه الأشياء اللي بتبسطه، بشاركه الأشياء اللي بتزعله، خصوصي الأطفال والمراهقين بيلمسوا كتير هذا الموضوع أكثر من الناس اللي أكبر، فهذا الموضوع بيعطيكي نوع من الدعم، يعني حتى نحن اذا حسيتي حدا حاسس فيكي باي موقف انت عم تمري فيه بتحسي صرتي اقوى. نفس الشيء بما يخص الاطفال وباختلاف اعمارهم سواء كان صغير ولا مرحلة الابتدائيه، لهيك انا هذا الشعور لما بزرعه بالطفل، لما بيكون في عندي دعم، ممكن يكون تعبان ولكن انا معلي انا بعمل نشاط بخليه اعطيه هذا الامل وهذا الدافع، لانه لا انه
اكيد انا هي مرحله وبتقطع، وهذا مو بس بالمرض، نحن كمان بنشوف انه حتى خبرات الحياه دائما فيها احباطات، دائما بتوقعنا بمطبات، فنحن دائما لازم نتعلم نطلع منها. هي نفس المرض، نفس اي شيء ممكن نحن بيواجهنا بحياتنا. نعم، لكن رندا يمكن هي أهم المعلومات والتوجيهات، هو التعاون الدائم بين الكادر التدريسي وأيضا الأهل لحتى تمر هذه المرحلة لمرحلة الوعي، يعرف الطفل كيف يتعامل مع المرض، وهو مرض يعني طويل الأمد فبده تماما، ولكن هي فترة بس لبين ما نعلم نحن الطفل أنه يصير قدران هو يتحمل مسؤولية نفسه، ويعرف هو قدران يرفض شيء ممكن يضره من الأكل أكثر شيء. أكيد. بالختام لك شكرا رندا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا، نتمنى تكون هي الثقافة وهي التوعية موجودة بكل المدارس، بكل الروضات، بكل مكان، وبنرجع بنكرر الصحة والسلامة. أكيد. شكرا كثير يا رندا على وجودك معنا، وإن شاء الله هيك بحلقات قادمة رح نحكي أكثر عن نواحي ثانية بتخص العملية التربوية والاجتماعية والنفسية. شكرا. شكرا لك.